كلنا راحلون إلى الله. هنيئا لمن مات على طاعة الله، لمن مات على محبة الله، لمن مات على محبته سبحانه وتعالى. وأن الكرام الموجودين، احنا كنا أكثر من مرة اجعلوا مجال لأقربائهم يكونوا عندهم فقط، والباقي يا أخواني الكرام قرب أذان الظهر، الباقي يفضل على الملعب. الله يجزيكم بالخير إن شاء الله. وأن الكرام حقيقة أن الله سبحانه وتعالى يجمعنا يوم القيامة. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ تحدث أخبارها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما أخبارها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أخبارها أن تشهد الأرض على كل عبد وأمة تقول: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فهذه أخبارها. الأرض التي نمشي عليها تشهد علينا يوم القيامة. ومن يشهد علينا يوم القيامة؟ هذه الأيدي. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. هذه الأجساد تشهد عليك يوم القيامة، والله تشهد عليك يوم القيامة. فأين المفر وأين المهرب؟ وكذلك هناك من يشهد عليك يوم القيامة: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. ملك يشهد عليك أنك عملت كذا وكذا، وإذا شهد عليك بأنك كنت من أهل العصيان يأتي عليك ملك آخر ويلقيك إلى الله. ولكن هذا شاهد. لكن إخواني الكرام، أعظم الشهود الذي لا يحتاج لا إلى نبي ولا يحتاج إلى ملائكة ولا إلى أرض ولا إلى سماء، أعظم شاهد يشهد علينا. من هو أعظم الشاهد؟ من أعظم الشهود؟ أعظم شاهد يشهد علينا يوم القيامة إنه الله. وكنا عليهم شهودا. فأين المقر؟ فنحن في دنيا فانية. ولهذا سبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا دخل أهل الجنة الجنة. الله يجعلكم من أهل الجنة ويجعل أمواتنا من أهل الجنة يا الله، آباءنا وأمهاتنا يا رب. جاء في الحديث الصحيح: إذا دخل أهل الجنة الجنة ينادي مناد: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تفطموا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تفأسوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تقوموا أبدا. سبحان الله. ثم جاء في الحديث الصحيح طبعا أنه يؤتى بالموت على هيئة كبش على الصراط،
ثم يذبح، ثم ينادي منادا: يا أهل الجنة، يا أهل الجنة، هل ترون ما هذا؟ قالوا: نعم، هذا الموت. فيقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة، خلود بلا موت. فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم. ثم يقال: يا أهل النار، ما هذا؟ فيقولون: هذا الموت. فيقال: يا أهل النار، خلود بلا موت. فيزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم. إخواني الكرام، وحدوا الله. سبحان الله، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحانه من إله. سبحانك يا الله من عظمك، سبحانك يا من قهرت العباد بالموت، سبحانك يا الله. وكما قلت أن الموت عبرة لمن أراد أن يعتبر، وأعظم عبرة من الموت. إخواننا الكرام، افتحوا طريق الطيران حتى يخرج. بارك الله فيكم. إخواننا الكرام، اجعلوا مجال في سيارات الإسعاف. مشكورين، مأجورين إن شاء الله حتى يخرجوا. الله يجزيكم الخير. إخواننا الكرام، أكثر من الموت أن نرجع الحقوق لأصحابها، أن نرجع الحقوق لأصحابها، لأنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا سبحان الله، الشاة الجلحاء أو القرناء تأخذ حقها يوم القيامة. فكيف بالذي يظلم العباد؟ فكيف بالذي يظلم الناس؟ لهذا أكبر واعظ من الموت كل إنسان بينه وبين نفسه عليه أن يرجع الحقوق لأصحابه. هذا ماك الحقوق خواتم، هذا قاطع طريق، هذا الإنسان سبحان الله، يعني سبحان الله ماك الحقوق العباد. والله هذه مشكلة، لأنه هذه أموال الناس، حقوقهم. إخوان الكرام، لابد نرجع لأصحابه. وقبل الختام، شبابنا، إحنا بنقول، وكما قالوا في السياقة، السياقة فن وذوق وأخلاق، وبنقول يا إخواني الكرام إن حياة الناس هي مهمة جدا، بل حياة الإنسان أعظم عند الله من الكعبة. عشان هيك يا إخواني الكرام، بحضرة الآباء اللي عنده ابن سايب طوبة ذرعة جنونية، ابنك بيطلع بخمس في الشارع وممكن دراجة نارية. إخوان الكرام، كم حوادث، كم، وأنا أتكلم بشكل عام طبعا، بشكل عام، كم يا إخوان الكرام اعتبرها من هذا الحادث، إنه ابنك اللي ما معه رخصة ما يطلع، ابنك اللي معاه سيارة مخطوبة ما يطلع، ابنك بدك تراقبه، ابنك تحرص عليه، بدك تراقبه وتحرص عليه. اخواننا الكرام، اهل بلدتنا الكرام، اجعلوا مجال اخواننا ضيوف قدموا قدام، معذرينكم يعني، اخواننا ضيوف خلوهم يقدموا. واهل البلد يعني لو حبذا بالقلب، لا يعني ما في باس. اخواننا الكرام، صليتوا على النبي. هذا تسمعوا في كرسي يقعد عندكم اخواننا. عشان هيك يا اخواننا الكرام، والله ان الحياه امانه في اعناقنا. ونسأل يا إخواني الكرام، الله بده يسألك عن ابنك هذا اللي سايق السيارة وانت مدشه على حاله. احنا نعم التزام بقوانين السير، لابد من التزام بقوانين السير، لأنها ليست مخالفة للشرع، بل هي من الشرع، هي مخالفة، هي مخالفة. فعشان هيك يا إخواني الكرام، نصيحتنا لآبائنا
انه دير بالكم يا اخوان، لانه زي هذا الوضع يا اخوان الكرام انتم ايضا راينا ماذا حل بنا. اخوان الكرام شبابنا بنا يا ريت هدوء سيارات، ابائنا اجدادنا حجاج الكرام اخواننا في المخبر اخواننا الاجهزه اخواننا المخاتير اخواننا في الاصلاح اخواننا في البلديه اخواننا في الاوقاف ان قضاء المساجد لا بد يقول ان دور كبير بتوعيه الناس، دور كبير يا اخواني الكرام، انه الامر والله ليس بالهين. واذا هي الشغله انه خلاص قضاء وقدر رحمه الله عليه فلان، والله يا اخواني الامر ليس بذلك، والامر ليس بهين اخواني الكرام. عشان هيك مسؤوليه الجميع، احنا كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، والله كلنا بيحفظ هذه الايه، ولكن احيانا نؤول هذه الايه ليس بالشكل الصحيح، ليس والله بالشكل الصحيح. اعقل وتوكل، احرص الان بنا في البلد وانا الضيوف، كل انسان ابنه بسوق سياره تعرف انه ما بيعرف السوق خذ قبل ما تبتلى، قبل ما يبتلى وتبتلى، قبل ما تبتلى ويبتلى غيره، قبل أن تبتلي أن تبتلي غيرك. والله كل الأموال لا تعوض الإنسان ابنه، كل الأموال وكل لا تعوض الإنسان ابنه. عشان هيك يا إخواني الكرام احنا بنأخذ الأمر بالجد مش بالهين، هذه أمانة أمامه، هذه أمانة، هذه أمانة أمام الله، هذه أمانة أمام الله. تسأل عنها يوم القيامة، اللي بتعرض حياة الناس للخطر أمانة أمام الله. بالشارع بتمشي سرعة جنونية وتخميس وما عندك حدا خطير، وراح تبكي دم عليك وتحاسب بشكل كبير أمام الله جل جلاله، تحاسب وتسأل بهذه. وهذه والله رسالة يا أخوان الكرام، حياة الناس ليست لعبة في أيدينا، أعراض الناس ليست لعبة في أيدينا، حياة الناس بيوت الناس ليست لعبة بأيدينا. مهما كنت غنيا فقيرا، مهما كنت حياة الناس ليس بيدك، ليس لعبة بيدك، تفعل ما تشاء. وإذا كانت هناك أحدا لا يراقبك اخوان الكرام، يا اخواني ان شاء الله ارجعوا لورا، يا شبابنا اخواننا الشباب الموجودين هون، يعني يا رجاء اخواننا بعد اذنكم ميلوا على الساحه، اخواني الكرام خلوا مجال الله يجزيكم الخير، يعني احنا مقدرين ظروفكم ويجزيكم الخير على الجيه، واحنا مقدرين تعاطفكم، مقدرين خوفكم، قلقكم، حزنكم، لكن الله يجزيكم الخير، اجعلوا مجال يعني للموجودين حتى يقوموا بالعمل وعلى اكمل وجه ان شاء الله. صليتوا على النبي يا اخواني الكرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. النبي يقول: لا ضرر ولا ضرار، لا تضر نفسك ولا تضر غيرك. ولهذا جاء في الحديث: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم يا اخوان الكرام، فاعظم شيء انه اخوك المسلم يسلم منك، يسلم من لسانك، يسلم من ايدك، يسلم من ظلمك، يسلم من بطشك، يسلم يا اخوان الكرام. لانه يا اخواني والله هناك محكمة إلهية
محكمة ربانية، هناك محكمة ربانية شهودها الملائكة. يا من إخواني اللي على السطح، إخواني الكرام اللي على المدرسة، رجاء كرما لا أمرا اتفضلوا انزلوا، يكفينا ما نحن فيه. قرب صلاة الجمعة، إخواني اللي على السطح، إخواني الكرام، إخواني جزاكم الله خيرا، أرجوكم أرجوكم جميعا نيجي على الملعب حتى نصلي الظهر. إحنا بكفينا 8 من الشهداء. إخواني الكرام، لا أحكم للموجودين إخواني الكرام على السطح، الله يجزيكم الخير، انزلوا كرما لا أمرا، والله خوف عليكم جميعا، والله ما حدهاش رأي. إخواننا الكرام اجلسوا، طب اجلسوا أقل قليل، اجلسوا يا إخواننا الكرام، إذا بدكم مش تروحوا اجلسوا يا إخواننا الكرام. صليتوا على النبي يا إخواننا الكرام، إحنا يا إخواننا الكرام يعني قربت صلاة الجمعة يا إخوان الكرام، يا حبذا اللي على الصور ينزلوا، وإخواننا اللي فوق كمان ينزلوا، احنا دير بالكم صلاة الجمعة أهم من التصوير، هو شبابنا صلاة الجمعة أهم من التصوير، انتوا اللي فوق والإخواننا على الصور، صلاة الجمعة مهمة جدا. أنا إذا عندي 8 شهداء 8 شباب، إذا أنا ما بدخل الجمعة والله هذه مشكلة، والله هذه مشكلة يا إخواني الكرام. فيا إخواني الكرام الكل يشارك، لأننا اليوم نصلي على الأموات وغدا يصلى علينا. اليوم ألم يقل أحد الصالحين كل باك فسوف يبكى، وكل ناعم فسوف ينعى، وكل مذكور فسوف يفنى، وكل مذكور فسوف ينسى، إلا الله من علا فالله أعلى، من علا فالله أعلى. إحنا ضايل تقريبا لأذان الظهر، عفوا لصلاة الجمعة، يعني تقريبا 13 دقيقة يا إخواني الكرام. إحنا بدنا الجميع يا إخواني توجهوا على الساحة لأن قربت صلاة الجمعة. يا اخواني الكرام بعد منكم شبابنا الله يجزيكم الخير، اخواني قرب صلاة الجمعة، يعني ما انتم تقفوا هنا ما بتقدروا، يعني ما بتقدر تصلي هون، بعد منكم حبايبي شبابنا، شبابنا يا طيبين الله يجزيكم الخير جميعكم، بعد منكم يا اخوان، لانه احنا رايحين نصلي هون هون في مجال الصلاة. اجعلوا مجال الصلاة يا اخوان الكرام، قرب الأذان وقربت الصلاة. إخواننا الكرام يعني في اللحظات الأخيرة من هذا اليوم أو عفوا من هذه الساعة، يا حبذا في قلوبنا ندعو لهؤلاء الشباب، من قلبك ندعو لهم، وادعو لهم بالثبات، وادعو لهم إن شاء الله بالمغفرة، وندعو لهم إخواننا الكرام بأن يجعلهم من أهل الجنة إن شاء الله، يجعلهم مقبولين عنده سبحانه وتعالى، لأن إخواننا الكرام إذا أخلصنا بالدعاء يخلص لنا يا إخواننا الكرام، وإذا أخلصنا بالطاعة الله يقبل منا الطاعة إن شاء الله. ها هي الدنيا تمضي وتنقضي ونحن نمضي وتنقضي. ونحن نمشي ونقترب من الله جل جلاله. يقول الحسن البصري رحمه الله: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ينادي مناد أنا يوم جديد،
وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم الوعيد. نعم إخواني الكرام، الأيام تمضي وهذه من علامات الساعة ونحن نرى ذلك. لا تقوم الساعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يتقارب الزمان. لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، فتكون السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالضرمة من النار، إحراق شعلة ثم تنطفئ. وهكذا الأيام تمضي، والأيام تمضي بسرعة كبيرة هائلة. هنيئا لمن استقام على طاعة الله، وهنيئا لمن استغفر الله ثم تاب ثم رجع إلى الله. فباب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح، وباب الرجوع إلى الله مفتوح. سبحانه القائل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فكلنا بحاجة إلى التوبة. خير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم، الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. إذا كان هذا حاله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، وحين سئل صلى الله عليه وسلم: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. الله أكبر. إذا كان هذا حاله صلى الله عليه وسلم، أن يكون عبدا شكورا الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف نحن إخوان الكرام؟ فكيف نحن؟ كم نخطئ؟ كم نذنب؟ كم نقصر بينك وبين الله؟ تبت إليك يا الله، رجعت إليك يا الله، استقمت على طاعتك يا الله، رجعت إليك يا الله. بينك وبين الله اعلن التوبة، بينك وبين الله اخلص الدعاء، بينك وبين الله ابكي من خشية الله، بينك وبين الله اجعل لك علاقة خفية معه سبحانه وتعالى. سبحانه جل جلاله، سبحانه الذي ينادي في آخر الليل حين يقول جل جلاله، حين ينزل في الثلث الأخير من الليل في سماء الدنيا بنزول يليق به جل جلاله، حين يقول: هل من داع فأجيبه، وهل من مستغفر فأغفر له؟ هو سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى جل جلاله يدعوك للتوبة، هو الذي يدعوك إلى الجنة، والله يدعو إلى دار السلام. سبحانه يدعونا إلى الجنة، والشيطان يدعونا إلى النار. جل جلاله يدعوك إلى الجنة، والشيطان يدعوك إلى النار. فكن مع الله، كن مع الله جل جلاله. يقول أحد التابعين: ما طابت الدنيا إلا بذكر الله، ما طابت الدنيا إلا بذكر الله، وما طابت الآخرة إلا بعفو الله، وما طابت الجنة إلا برؤية الله جل جلاله. الدنيا لا تطيب إلا بذكر الله، والآخرة لا تطيب إلا بعفو الله، وكذلك الجنة لا تطيب إلا برؤية الله سبحانه وتعالى. نعم نعم إخوان الكرام، نحن ضيوف في هذه الدنيا،
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي في هذه الدنيا كمثل رجل استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. نحن في هذه الدنيا كمن استظل تحت شجرة ثم راح وتركها، ونحن كذلك في هذه الدنيا ضيوف، وقت قليل، وقت يمضي وساعات تنقضي، ونترك هذه الدنيا ونرجع إلى الله. سبحان الحي الذي لا يموت، سبحانه خالق الخلق سبحانه. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من دعائه أو في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ونحن كذلك ندعو الله بالثبات. والله مقصودنا ليس الكلام، فكلكم أعلم مني وكلكم عندكم العلم، وهم كذلك مشايخنا الكرام هنا أيضا، ولكن كلامنا أولا لي لنفسي ثم لإخوتي، لأن الموعظة وأول من يستفيد من هذه الموعظة هو المتكلم، لأن الأذن أقرب إليه بإذنه سبحانه وتعالى. إخواننا الكرام، إخواني الكرام، الحياة عبرة لمن أراد أن يعتبر، وذكرى لمن أراد أن يتذكر. ذكرى له والله لمن أراد أن يعتبر وأن يتذكر وأن يرجع وأن يتوب وأن يستقيم وأن يقلع عن الذنوب والمعاصي. والله باب التوبة مفتوح، باب الرجوع إلى الله مفتوح، قبل أن يأتي الموت وقبل أن يهال علينا التراب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع المال والأهل ويبقى العمل، يبقى تقوى الله. إخواني الكرام، الآن الأذان قرب كثيرا، يا حبذا الجميع الآن يفضل على الملعب، بعد منكم إخواني الكرام، تفضل يا إخواني الكرام في صلاة جمعة إن شاء الله. إخواننا الكرام، يا حبذا الجميع الآن، إخواننا الواقفون هناك تفضلوا كرما لا أمرا. إخواننا الكرام تفضلوا بالجلوس، نستمع وإياكم إلى خطبة الجمعة إن شاء الله من أخونا الشيخ محمد جهاد الكيلان مدير أوقاف نابلس إن شاء الله. وإخواننا الكرام، يا حبذا الجميع إن شاء الله، يعني كون جلوس. إخواننا الكرام، لا ننسى أن ندعو لإخواننا اللي ما زالوا في المستشفى، بين منكم في هذه الساعة المجابة الدعوة إن شاء الله، أن ندعو كذلك الشباب الموجودين في داخل المستشفى إن شاء الله، ندعو لهم إخواننا الكرام، وندعو لهم بالشفاء العاجل، فالدعاء مستجاب. كذلك إخواننا الكرام، من آداب المقبرة أن نجلس أو أن نقف بصمت، وأن نبتعد عن الكلام الجانبي هنا وهناك، وكذلك أن نبتعد عن التدخين وهذه العادة. هذا موقف عبرة وموقف عظة، بارك الله فيكم جميعا إن شاء الله.
اخواننا الكرام تقدموا حتى يفعل الملعب ان شاء الله. اخواني الكرام تواصلوا يرحمكم الله. الجو ان شاء الله يوم مشمس الحمد لله رب العالمين. فيا حبذا الجميع يتقارب اخواننا الكرام، ندعو المجال لاخواننا الجميع انه يشارك بالصلاه. اخواننا الكرام تقاربوا جميعا ان شاء الله. اخواننا الكرام تقاربوا جميعا، اللي في الحال التقارب يا اخواننا الكرام الله يجزيكم الخير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر. أحمدك ربي، أحمدك ربي حمدا كثيرا طيبا مغننا مباركا فيه. أحمدك ربي حمد الشاكرين التائبين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعلنا من أهل فلسطين، الحمد لله الذي جعلنا من المرابطين على هذه الديار المباركة ليكون فيها موتانا شهداء،
الله شهداءنا، فك الله كيد أسرانا، شاف الله جرحانا. نحمده تعالى وهو القائل لنا: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. صدق الله العظيم، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى الذي لو خلد أحد في هذه الدنيا لخلده عليه الصلاة والسلام. قال لنا: وخير الهدي هديه ما يزال البلاء في المؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة. تزود من التقوى، تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. وكم من فتى، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. هذه الحياة وهذا هو الموت، المعجزة التي لا يستطيع أحد إلا أن يقف أمامها قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. في هذا المشهد الذي يجمع شعبنا اليوم لتشييع والصلاة على أبنائنا الذين قضوا، هنيئا لكم يا أبناءنا، فقد جمعتم شعبنا اليوم بجميع أطيافه، قادة ومسؤولين، جمعيات وهيئات، أفراد وجماعات من كل وطننا الغالي، من الجليل إلى رفح. شعبنا الفلسطيني يقف دائما مع بعضه بعضا، وأنتم يا أهلنا في عقربة. إذا كنتم أنتم المكلومون اليوم فكل أبناء شعبكم معكم. إنه الموت، إنه الموت يغيب الأحبة. غيب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عنا، ولكنه قال عندما فقد ولده إبراهيم: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. وإنا على فراقكم أبناءنا اليوم
كل عائلات هذا البلد المرابط على أرض الإسراء والمعراج. رحمكم الله وثبتكم عند السؤال وصبر أهليكم وصبرنا جميعا بفضلكم. نعم إنها فاجعة، والموت سماه الحق جل وعلا مصيبة. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وسبق ذلك آيات تحث على الصبر، فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال لنا جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعم إن الموت مؤلم وإن الفقد مؤلم. لماذا؟ لأنه لا عودة بعده إلا يوم الملتقى مع حبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام عند الحوض إن شاء الله. فهنيئا فهنيئا لمن يتوفاه الله على هذه الأرض المباركة، أرض الإسراء والمعراج، هذه الأرض التي بإذن الله تعالى يكون موتاها شهداء. لماذا؟ لأننا مرابطون على أرض مباركة. فلنعقد النية دائما على أن نكون المرابطون حتى يكتب لنا أجر الشهادة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر جزاؤه من رب العالمين، وقال الحق بغير حساب. نعم إنه لموقف مؤلم أن نودع هذه الكوكبة من شبابنا. نعم سيبكيهم زملاؤهم في المدرسة، وستبكيهم مقاعد المدرسة، وستبكيهم شوارعهم وملاعبهم، ستبكيهم ألعابهم. لماذا؟ لأنهم ما زالوا في ريعان الشباب. ولكن نقول إن الله تعالى سيوفي الصابرين أجرهم بغير حساب. إنه لأهليهم لأهليهم. ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطير. وفي حديث آخر لحبيبنا المصطفى عليه الصلاة والسلام، والذي يقول فيه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابه سراء شكر فكان خيرا له.
وإن ذلك ليس لأحد إلا للمؤمن. هذا هو حال الإنسان المسلم، كل شيء يقضيه الله له سيكون خيرا إذا صبر. اللهم اجعلنا من المرابطين على هذه الديار. اللهم تقبل أبناءنا شهداء، فهم يعيشون ويلعبون ويمرحون ويتأملون بالحياة على هذه الأرض، لأن هذه الأرض المباركة عليها ما يستحق الحياة. ومرة أخرى هنيئا لكم يا أبناءنا، وأنتم مسجون أمام كل هذه الجموع من وطننا الغالي، يأتون للصلاة عليكم، ونكررها: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقكم لمحزونون. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد الخلق والمرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. استغفر الله وادعوا لشهدائك. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المختار المصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله، وأن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله. إنها ليست مواقف جديدة على قيادتنا أن تكون مع أبناء شعبها في كل المواقع. ها هو النموذج اليوم، جميع قطاعات شعبنا يتفاعلون وعلى قلب رجل واحد، تنظيمات، هيئات رسمية، هيئات أهلية، أفراد، الكل يجتمع ليقف وقفة إجلال وإكبار وتعزية ونعي لأبنائنا شهداء لقمة العيش. نسأل الله تعالى أن يتقبلهم شهداء، وقد أعلنها قائدنا وقائد مسيرتنا سيادة الأخ الرئيس أنهم شهداء لقمة العيش. نسأل الله لهم الشهادة، سيصدروا في سجل شهداء هذا الوطن. وهنيئا لهم، وتنفيذا لتعليمات السيد الرئيس، فقد عممت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن يكون صلاة الغائب عليهم في جميع مساجد الوطن، فنحن نصلي على شهدائنا في عقرب هنا، ويصلي عليهم جميع أبناء شعبهم في جميع المساجد الآن. سنصلي عليهم صلاة الجنازة، ويصلي جميع أبناء شعبنا عليهم بإذن الله، لأنهم شهداء شعبنا. نعزيكم، نعزي أنفسنا، فكل منا يشعر أنه مصاب بهذا المصاب الجلل. واعلموا إخوة الإيمان أن الله قد صلى على نبينا قديما، ولم يزل قائلا عليما، تنبيها لنا وتعليما، وتشريفا لقدر نبينا وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات،
الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم ارحم شهداءنا في هذا البلد، وارحم شهداءنا في كل مكان يا رب العالمين. اللهم فك قيد أسرانا، اللهم اشف جرحانا. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الكرام اللي هون الشباب بعد منكم، شباب ما لو ترجعوا كمان شوي لورا عفوا ولد بعيد لكم مره بعدين، لانه انتم هيك امام الامام. الله يشوفكم من خير جميعا. استووا الى الصلاه واعتدلوا اثابكم الله، طووا صفوفكم، استحضروا النيه، صلوا صلاه موده، لأننا لا نعلم متى يحدث. وضعوا لشهدائنا ولأنفسنا. تعلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
يقول السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اخواني الكرام صلوا صلوا بعينكم الله اللي حاب يصلي صلي صلي يا يعني. لانه في ناس نو الله يجزيكم الخير صلي اللي قلنا اخوان الكرام مجان اخواننا اللي هون بعدكم قلنا مجان بعدكم
الصيف. وأما الكرام بنا متأخر فقط 5 دقائق لأن عطوف المحافظ يعني هي وصل إن شاء الله. إحنا حبيبي بنصل إن شاء الله بنصل الجمعة إن شاء الله. يعني 5 دقائق إن شاء الله. عندكم إخوان الكرام. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمهم جميعا إخواني الكرام. يا اخوان الكرام يا اخوان بعدين فوق 2-2 جبنا كمان يا اخوان الكرام خلوا مجال الله يجزيكم الخير طولوا بالكم يا عمي طولوا بالكم اخوان الكرام الشباب اللي على المنصه يا اخوان الكرام لو سمحت يا اخوان بس الى الخلف شوي ايوه تمام الكرام يا اخواني القريبين على المنصه ارجعوا شوي بعدينكم خلينا نحط شهداء الله يجزيكم الخير يا اخوان الكرام اسمحوا لنا اجعلوا لنا مجال الله يجزيكم الخير اجعلوا لنا مجال حتى نصلي صلاه الجنازه ان شاء الله الله يجزيكم الخير اجعلوا لنا مجال يا اخواني اجعلوا لنا مجال حتى صلاه الجنازه اخوان الكرام في مجال نرجع قليلا بعد إذنكم يا إخوان الكرام بعد إذنكم صلاة الجنازة على شهدائنا يا إخوة لو سمحت صوت حتى نتمكن من الصلاة والدعاء لهم والخشوع ونحن نصلي عليهم لأنها هذه اللحظة الأخيرة لهم بيننا ولكن ستبقى ذكراهم بإذن الله
تنفخ. صلاة الجنازة أربع تكبيرات، نقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة، ونقرأ بعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، وبعد التكبيرة الثالثة ندعو لشهدائنا وشهداء فلسطين وموتى المسلمين، وبعد التكبيرة الرابعة التسليم. أخوة أكبر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. آجركم الله وشكر الله سعيكم جميعا، وهذا ليس بالجديد وليس جديدا على أبناء شعبنا، هذه الوقفة التضامنية التي بإذن الله ستخفف عن أهلنا في هذا البلد الطيب. إذن أدى عشرات الآلاف من أبناء أقربة وأبناء محافظة نابلس وأيضا من مختلف محافظات الضفة الغربية صلاة الغائب على أرواح الفتية الثمانية الذين ارتقوا ضحايا في حادث السير المميت الذي وقع مساء أمس قرب مدينة ريحة، كانوا عائدين لتوهم من عملهم في إحدى مزارع قطف وتعبئة التمور في الأغوار الفلسطينية. كما شاهدتم وتشاهدون هناك جمع غفير جدا، تقدر الأعداد بعشرات الآلاف، غص بهم الملعب البلدي في بلدة عقربة إلى الجنوب من مدينة نابلس. في هذه الأثناء وبعد الصلاة عليهم سيتم أداء التحية العسكرية لهم، ومن ثم مواراتهم الثراء. المقبرة هي في نفس المكان تماما، سينتقلوا إلى المنطقة القريبة من هنا بانتظار أن تقوم القوات الأمنية الفلسطينية المتواجدة هنا بنقلهم إلى المقبرة. الغائب على أو صلاة عفوا الجنازة على أرواح الشهداء. الآن كلمة لمحافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان. أتحدث إليكم الآن ونحن ننتظر راعي البلاد وسيدها السيد الرئيس لعله يتمكن وسيتمكن بإذنه لأنه مشغول أن يتحدث إلينا. قال تعالى كلمة محافظ نابلس إذن نيابة عن الرئيس محمود عباس في شيء من الجوع والأنف ولنبلغنكم بشيء وبنقص من الجوع والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كثيرة هي الآلام التي تتوارد على شعبنا الفلسطيني، كثيرة هي المآسي التي تتوسد قلوب هذا الشعب، تارة يمنى وتارة يسارى، وكثيرون هم شهداء. البارحة اثنان قد سقطوا برصاص الغدر الصهيوني، الغدر الاحتلالي، واليوم شهداء لنا، شهداء وطن، شهداء لقمة عيش في ريعان الشباب. وهذه أيضا ابتلاء آخر لهذا الشعب العظيم، ولعل رسالتهم تقول أننا لسنا تحت التجربة، إننا لم نكن يوما عودا طريا ليكسر، إنما نحن عذرا. مع السيد الرئيس فخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن حفظه الله ورعاه، سيتكلم إليكم بعد 4 دقائق من الآن. إذن كلمة للرئيس الفلسطيني محمود عباس. لا داعي أن أتكلم نيابة عن السيد الرئيس راعي البلاد، إنما قد أصر أن يتكلم إليكم مباشرة. أدامكم الله ورحم الله من فقدناهم جميعا، وشكرا. إذن بانتظار كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. كان يتحدث محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، وقطع الكلمة وأشار لأن اتصالا جاءه من مكتب الرئيس وأن الرئيس الفلسطيني سيتحدث مباشرة إلى الجموع المحتشدة في الملعب. أعطيني المحافظ لو سمحت، أنا اللواء سعيد بحكي. لحظة خليك معي، ثواني. بالنسبة لك الصوت مسموع هيك بيقولوا للجمهور؟ طيب ثواني خليك معي ثواني. إذن الرئيس الفلسطيني سيتحدث الآن، الرئيس محمود عباس سيتحدث إلى المحتشدين في الملعب. نعم سيدي نعم. البلدي. نعم.
إذا منتظر كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.